بيان أو الخبر الذي بيان الرائد على خلفية ما حدث من تأجيل لمباراة الرائد والاتفاق بالأمس، وقد تحدثنا عنها وتداخل معنا الأستاذ فهد المطوع وأكد كل ما ذكره اليوم. هذه صورة من الخطاب المرسل للأمين العام للاتحاد السعودي المكلف بخصوص ما جرى من أحداث من أمس وحتى اليوم. طبعا التأجيل جاء بسبب حجوزات الطيران، والأستاذ فهد المطوع يقول في الخطاب الموجه أن الأشقاء في نادي الاتفاق قد لعبوا في الجولة الماضية 22 مع نادي التعاون ببريدة، وهي ضمن المباريات التي تم تعديل موعدها بموجب التعميم المشار إليه، وكانوا مرتبين لحجوزاتهم تماما. ثانيا، نقدم لكم معلوماتنا الأكيدة حسب رقم الحجز الموضح أدناه بأن الأشقاء في نادي الاتفاق قد قاموا بطلب حجز يوم 2/3 بعد يومين من صدور التعميم الخاص بتعديل موعد الجولات الست الأخيرة لعدد 30 مقعد في سياحي بخط سير الدمام القصيم الدمام، وتم تأكيد ذلك برقم حجز كذا، ومن ثم تم رفع الطلب حسب النظام المتبع بالخطوط السعودية لعمل حجز المجموعات، وتأكد في 4/3 الشق الثاني حجز العودة القصيم الدمام، وجاري طلب تأكيد حجز الذهاب الدمام القصيم، يعني تأكد خط واحد وبقي الخط الآخر. وفي يوم الاثنين الموافق 12 مارس طلب أو قام مندوب ناديهم ويدعى عبد الفتاح بإلغاء الطلب نهائيا قبل موعد السفر ب 12 يوما تقريبا قاطعا المجال أمام تأكيده نهائيا، وهنا يطرح السؤال لماذا تم الإلغاء. يقول أيضا فهد مطوع، هذا الكلام كله قاله أمس لكن نؤكد عليه بشكل رسمي لأنه أرسله للاتحاد السعودي، أنه أبلغنا بتأجيل المباراة هاتفيا عند الساعة 7:30 مساء ليلة المباراة كما قال أمس فهد المطوع، واليوم وصلهم الإشعار الرسمي كان هاتفيا فقط، فيما أن الإخوة في الاتفاق كانوا قد ألغوا حجز الفندق منذ الصباح الباكر في إشارة واضحة بأنهم على علم بالتأجيل اللقاء الذي أربك كثيرا برنامج الجهاز الفني لدينا. المهم أنه أيضا تحدث عن أنه متضرر، وأنه قال سنستفيد من عوامل أخرى وهي النقص الذي يعاني منه الاتفاق من غيابات وكذا وكذا. المهم أنه طالب في الأخير بحفظ حقوق ناديهم من جراء ما حدث من الإخوة في نادي الاتفاق، وأيضا لو تركوا يقول يمكنكم التأكد ذلك عن طريق رقم الحجز، يعني يمكنكم تأكد المعلومات اللي ذكرها، وبالتالي تطبيق ما تنص عليه المواد المعمول بها في مثل هذه الحالة من لائحة المسابقات واللوائح الأخرى، وحفظ حق النادي تماما في كافة الجوانب التي تضرر منها ومنها النقاط الثلاثة للمباراة، باعتبار ذلك انسحاب رسمي غير مشروع من نادي الاتفاق وبعذر غير مقبول، وكلنا ثقة تامة في سعادتكم وكافة العاملين. فهد المطوع. سامي، الموضوع من أمس حتى اليوم صعد ووصل للمطالبة بالنقاط الثلاث للمباراة، هل تجد هذه المطالبة منطقية؟ طبعا ما في شك تعاطف مع نادي الرائد كثيرا في مطالبته. توقيت المباراة مهم جدا بالنسبة للرائد من الناحية الفنية والنفسية، الفريق يمر بأحسن حالاته تقريبا والعكس صحيح بالنسبة للاتفاق. مراعاة توقيت مثل هذه المباريات مهم جدا في حساسية ومصيرية تحديد يعني هوية الهابطين مثلا أو الأسابيع المقبلة بالنسبة لمشوار الهابطين. الرائد قدم مبرراته، ولكن مشكلة الرائد الآن بعد تأجيل المباراة لم تصبح مع الاتفاق، لم يصبح الخصم بالنسبة للرائد هو الاتفاق. الآن الخصم هي لجنة المسابقات أو الاتحاد السعودي ممثلا بلجنة المسابقات الذي قام بالتأجيل. نعم، الذي قام بتأجيل المباراة، المباراة أجلت الآن. لما يتكلم عن مفردة انسحاب أتصور أنها تفتقد إلى القانونية، لما تقول أنت الفريق يعتبر منسحب، المباراة لم تقام ولم يحضر الحكام ولم ينتظر الحكام مثلا الفريق أو أحد الفريقين للنزول ثم لم يأتي أو رفض اللعب، هنا تطلق عملية أو مفردات أو مصطلح انسحاب. المباراة لم تلعب أساسا، أجلت. أنا مثل ما قلت لك في البداية أني أتعاطف مع الرائد، ومن حقهم، الرائد قدم مبررات مهمة جدا بالنسبة لإعلانات وما إلى ذلك، لكن في المقابل الاتفاق قبل 20 يوم تغيرت مواعيد المباريات،
كما يؤكد لي رئيس نادي الاتفاق بالأمس تحدثت معه واليوم تحدثت معه أيضا في 28 فبراير أي نعم في المؤتمر الصحفي اللي أعلن فيه فهد المصيبيح تغيير المباراة اللي هي الرائد والاتفاق. نعم يعني هو الاتفاق دفع أو تضرر كثيرا من هذه التغييرات في مباراة الفتح. الاتفاق حاول كما يقول لرئيس نادي الاتفاق أنه أو أنهم يعني يخاطبون الخطوط السعودية رسميا بطلب طائرة تكون أكبر من الطائرة المعدة للإقلاع في هذا اليوم تحديدا لكي تفي أو بحجوزات 32 فردا من البعثة الاتفاقية. تم إبلاغ الاتفاق عن طريق الخطوط السعودية بأنه لا يمكن توفير مثل هذه الطائرة في نفس التاريخ الذي أشار إليه خطاب أو بيان نادي الرائد. الاتفاق هو المتضرر الأكثر من الرائد في عملية تأجيل المباراة لأن الاتفاق مقبل على بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لديه مشاركات خارجية مقبل على مشاركته في كأس الملك للأندية الأبطال. الرائد قد لا يتأهل لهذه البطولة. إذن الضرر الأكبر يقع على الاتفاق. إذن في تصوري لا توجد مصلحة للاتفاق في تأجيل أو المراوغة كما يقول بيان الاتفاق الرائدي بهذا الخصوص من جانب الاتفاق. كما أن الاتفاق يعني لديه لاعبين جاهزين بعكس ما ذكر البيان الرائدي. بقول نقطة أيضا مهمة. الرائد في الدور الأول عرقل الاتفاق والاتفاق في كامل جاهزيته في الدمام. نعم. أوكي يعني الظروف الفنية قد لا تكون مقياس. أنا أتعاطف مع الرائد. مشكلة الرائد الآن لم تصبح مع الاتفاق مع اتحاد الكرة ممثلة بلجنة المسابقات. طيب أنت تقول ما لك وحد. الاتفاق له مبرراته. السؤال اللي يطرح نفسه في هذا الموضوع أين صوت الفصل في هذه القضية؟ ألا وهو الاتحاد السعودي ممثلا بلجنة المسابقات. يفترض أنه أنا يعني مع الرائد صراحة وهذا إجراء غير احترافي أنك تبلغ بالهاتف الساعة 7 مساء أنه والله المباراة أجلت. هذا كلام غير منطقي ولا يتماشى مع احترافية أو طموح أن نبغى دوري محترف بمقاييسه. يعني أنت لا تقول لا الرائد ولا اتفاق المسؤول اللي قام بالقرار اللي هو أو اللي اتخذ القرار. لا أنا أبغى يعني مثل في ما لا تتيح أنت كاتحاد سعودي أو إدارة مكلفة بتسيير أو لجنة مسابقات لا تتيح الفرصة للقيل والقال وإصدار بيانات. إصدار لغة البيانات عدنا الآن للشارع الرياضي بلغة البيانات التي لا نحبذها حقيقة. طيب. وتبادل الاتهامات. يفترض أن لجنة المسابقات يظهر لها صوت قوي ويقول كلمة الفصل بهذا الجانب. طيب برأيك سامي يتعاطف مع الجانبين، هل تعتقد بأن مطالبة الرائد هنا منطقية؟ أولا طبعا الزميل سامي يعني غطى الموضوع بشكل شامل ولاحظ، لكن في إضافة بسيطة اللي زي ما تفضل الأخ سامي أنه الرائد قد يكون متضرر من الناحية الاستثمارية، قد يكون لها ارتباطات في الملعب وإعلانات وإلى آخره، لكن سبب المشكلة الرئيسية هي لجنة المسابقات في قضية التغييرات تأجيل المباراة. يعني المباراة يفترض أنها تكون معروفة مسبقا والحجز مسبق، ما وبعدين جاء تزامنا مع إجازة مدرسية لخبطت حتى الاتفاق. يعني أنا لا أتعاطف لا مع الاتفاق ولا مع الرائد. أنا أشوف أن لجنة المسابقات يفترض أن يكون لها آلية مختلفة عن، وأستغرب أنهم يبلغون الرائد بالهاتف الساعة 7 مساء. يعني ما مش هذا ترتيب يعني. طيب خليني أكد على شغلة وسامي بعد ما تكمل. إحنا طبعا سمعنا بالأمس وكثير نسمع بأنه لجنة المسابقات مفترض أنها هي توفر الحجوزات. أنا مصدر يعني رسمي أكد لي وقال لي أنه لجنة المسابقات ولا الاتحاد السعودي له علاقة نهائيا بمسألة الحجوزات وليس من عمله ولا صلاحيات أنه يقوم بالحجوزات. يقول أحيانا نقوم بدور المساعد لأنه في أحد أعضاء لجنة المسابقات حسب ما علمت هو يعني يعمل في الاتحاد السعودي وبالتالي يساعدون أحيانا، لكنها ليست شيء ملزم وليس للجنة المسابقات علاقة لأن في النهاية هذا قطاع آخر. ربما يستخدمون أحيانا الأمور الرسمية في التخاطب مع الخطوط الجوية السعودية ل محاولة إيجاد حل لمشكلة ما، لكنها لا تلام أبدا فيما يتعلق بالحجوزات وليس من عملها. هذا المصدر الرسمي في لجنة المسابقات. سامي أنت قلت قبل شوي المفترض أنه لجنة توضح، تعتقد بأنه لم توضح لأن موقفها ضعيف؟ لا أنا ما أقول موقفها ضعيف، لكن أنا أقول يعني لا تتيح فرصة. إحنا ما إحنا الآن يعني ناقصين
نطلع مثلا في مراحل حسم للدوري في يعني الآن نغمة التشكيك بدأت ترتفع وتنسمع بصوت يعني مسموع، يعني أن الرائد الآن بات يضع علامات استفهام خطيرة جدا. طيب. يعني ليش أنت الاتفاق مثلا ما تبغى تلعب المباراة؟ ليش ما تبغى تيجي مثلا عن طريق البر؟ معني أنا أؤكد أنه من حق الرائد أنه يطالب بلعب المباراة، ولكن ليس من حقك يا نادي الرائد أنك تفرض على الاتفاق أنه يجي عن طريق البر ولا عن طريق الجو، هذا ليست من اختصاصك يعني. ولا في بعض الأصوات تقول سامي من قبل أيام الاتفاق راح الكويت برا. طيب راح الكويت برا المسافة في مباراة من الكويت، المسافة من الكويت إلى الأقرب من الدمام إلى القصيم، أنت عندك ما شاء الله تبارك الله المملكة يعني رقعة متسعة. اللي بأكد عليه أنه لجنة المسابقات يجب أن يكون لها صوت قوي مسموع يفصل في القضية قبل أن تتفاقم المشكلة ويزيد الجيل والقال. واحد الساعة 7 دق قال تأجلت المباراة، شو بيطلع يقول؟ والله ما دام انه دق الساعة 7 دي مشكلة بعد يعني. وهذا اللي قال يسترجي منه يعني. الساعة 7 دق قال ترى ما في مباراة، توكل على الله. شو سوي؟ شو ممكن يسوي يعني؟ يطلع وش يقول؟ ايش يذكرك فيه كذا التنظيم يعني؟ تحس انك في رمضان تنظم دوري يعني او دورة حوالي كذا، تدق الساعة 7 تقول والله ما جو. يعني استغرب صراحة. طيب شباب يا ليت تطلبون الأستاذ أحمد المصبيح طلب المداخلة لأنه يبدو عنده تعليق على هالموضوع بصفته طبعا نائب رئيس لجنة الإعلام والإحصاء. عموما احنا بانتظار طبعا الكلام هذا كله صار أمس واليوم، والصوت الاتفاقي ظهر معنا بالأمس وأكد أن الكلام هذا كله صحيح غير صحيح، وأنه مش مصلحتهم مثل ما قال سامي اليوسف، مش مصلحتهم المباراة ما تلعب، هم يبغون يلعبون المباراة لأنهم مضغوطين كثير، وتأجيل هالمباراة يعني حيضغط الجدول الاتفاقي أكثر. لكن بالتأكيد الخطاب اليوم وصل للأمين العام وفي مطالبة بتحقيق في هذا الموضوع. ممكن يحقق سامي في الموضوع؟ ممكن يحقق بناء على طلب الرائد، أقصد في أنه عنده حجز وألغى؟ لو طلع عنده حجز المعلومة هذه تحتاج إلى توثيق، ولأنه الآن بالنسبة للاتفاق يقول لك هذه المعلومة غير دقيقة. لما تحدثت مع رئيس نادي الاتفاق وقلت له صراحة أنه هو خارج المملكة، أنه الرائد أصدر بيان ويرتكز على معلومة تدين بزعم الرائد تدين الاتفاق انه سكرتير النادي عبد الفتاح قد قام بكنسلة الحجوزات. اوكي يعني تغير هذا الموضوع، يغير في قد تكون مفصليه في هذا الجانب، لكن الان القضيه بالنسبه للرائد بعد صدور قرار التاجيل الرسمي ليست مع الاتفاق، اي ان خصم الرائد الان ليس الاتفاق. فهمتني؟ الان الموضوع ما هو بين الرائد والاتفاق، الموضوع بين الرائد ولجنة المسابقات، لأن الآن لجنة المسابقات أجلت، لكن البيان فيه بعض العبارات أنا صراحة لم أحبذها. يعني مثل عملية الانسحاب هذه مسألة قانونية، كيف تقول والله انسحب؟ كيف انسحب يعني؟ عرف لي كلمة انسحاب. أنت انسحاب لما الحكام يتواجدون في الملعب والفريق الآخر متواجد في الملعب وهذا ما يأتي أو يرفض النزول ويعطيه فرصة للحكم وقت معين ثم يقول والله انسحب. طيب عموما أنا بروح الموضوع ثاني إلى أن تجهز